وايد نسمع مشكلة الممثلات اللي مو كويتيات في اللهجة الكويتية ويعانون بعض المنتجين ويعانون بعض المخرجين. فاليوم انتو جيل دشيتوا اللهجة الكويتية اللي موجودة معاكم الصحيحة وتعرفون شلون تقولون الكلام. هذا اليوم ما قاعد يعطيكم انتو نظرة ان انتو راح تكونون مكان بعض الفنانات اللي اقدم منكم بسنين ويمكن تحلون مكانهم؟ ما تفكرون شويه مرات كذي؟ يا رب ليش لا. بالعكس الحين انا عندي مسلسل بيبي ترى قاعد استخدم لهجات اللهجه الكويتيه القديمه. حلو. احب استخدمها بحواراتي، احسها غير تعطي الحوار ثقل. صحيح. يعني تخليه وايد حلو. فبالعكس اصلا ودي اصير انا قدوتي اصلا ماما سعاد عبد الله، فيا رب اصير. يا رب ان شاء الله. اليوم انت قاعده تقدم